صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه. معاكم وينتر كوفي أو بحر أو محمد علي. الكلام اللي هقوله النهاردة ده محدش أبدا هيقوله لكم غيري. أيوه أنا واثق في الكلام اللي بقوله ده، إن الكلام ده محدش أبدا هيقوله غيري. الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، وحبيت أعمله صوت فقط علشان تركزوا في كل كلمة أنا بقولها. طيب، عايز تتجوز ومش عارف تفتحها ازاي في ميولك؟ ياريت لو في واحد جاي يتقدم لك، فبتمنى انه لو كان ماستر يقدم لك الفيديو ده كهدية علشان تفهميه، لانه في الغالب صعب جدا يفهمك نفسه. طيب، عايز تتجوز ومش عارف تفتحها ازاي في ميولك، او عايزة تتجوزي وخايفة لو قلتيله ميولك يظن فيك السوء. الفيديو ده اهم من وجود اليوتيوب عندك او عندك، خصوصا لو كنتم عايشين في اماكن زي صعيد مصر او بلاد فيها زواج تقليدي. طبيعي لو عندك ميول وقتها هتخاف تلبس في شخص طول حياتك يكون عكسك تماما. علشان كده بنصحك وبقولك خد او خدي الفيديو ده واديه هدية للشخص اللي هتتجوزه، وقولوله اعتبره الروشتة بتاعتي انا كحباية دواء، والفيديو ده بمثابة حرفيا حباية دواء. وانا واثق لما بقول لكم والله الكلام اللي انا هقوله دلوقتي مش هتلاقوا اي شخص عربي هيقوله، ولقيته شخص عربي قاله بعدي فعرفوا وتأكدوا انه اخد الكلام مني كوبي بيست. طيب، هو مش قادر يصرحك بايه او هي مش قادرة تصرحك بايه؟ الشخص اللي قدامك ده له طريقة تعامل واسلوب حياة معين. ممكن نقول انه عنده او عندها ميول معينة. استني قبل ما تقفلي او تقفل الفيديو وتروح على جوجل وتدور على معنى كلمة ميول، استرخي واسمع او اسمعي كويس. خلينا نوطي صوت ونحاول نوصلكم المعلومة. ميول، كلمة ميول عامة تعني ايه؟ انا شخص بحب التدخين رغم انه مضر ومميت وقاتل، لكن انا ميولي راحت على التدخين. ده معنى الميول باختصار شديد بدون اي تعقيدات. الميول اللي انا كوينتر كوفي بتكلم عنها هي ميول مستقيمة، يعني ما فيهاش اي شيء شاذ عن المألوف، يعني مش شمال او حاجة عيب او حاجة حرام. ببساطة الراجل ده مسيطر. شفتي بسيطة ازاي؟ ودي اصلا طبيعة الرجل، لكن هو عنده شوية بهارات حلوة جدا جدا زيادة. مفيش غير المتخلفين عقليا اللي هيقولوا عنه مرض مثلا او شيء نفسي، وانت هي مش قادرة تقولك ان جواها اصل وفطرة الانثى اللي اندثرت تماما دلوقتي. هي خاضعة لذكرها جوزها، وهتحب انها تقولك يا سيدي او يا دادي على حسب هي شخصيتها. ما اعتقدش ان فيه رجل سوي هيكره ده اساسا. ياريت ما تقفليش او تقفل الفيديو ده وتبحث عن اي كلمة، لان كل تعريف الكلام ده هتلاقيه خاطئ ومستسهل. طيب يا وينتر او يا بحر، مال الراجل اللي جاي يتقدم لي ده؟ هقولك الشخص ده عنده ميول، وهي انه في بيته مع مراته الانثى بتاعته حلاله، بيحب يكون رجل مسيطر سيطرة غير المتعارف عليها بين الناس. يحب يقولك اعملي كذا فتقولي حاضر، وهيعلمك تقولي سيدي او دادي ان كنت جواك بالفعل حب لانك تفضلي طول حياتك زي الطفلة. الشخص ده اللي هيعمل جدول لحياتك وليومك والاكلك والشربك واللبسك. الشخص ده اللي هيقولولك انه قاسي ومريض والخ، لكن الحقيقة ان الكلام ده بيروجوه جماعة الفيمينستات او النسويات اللي هدفهم هو قتل كل الرجال على الكوكب وسيطرة الانثى على كل شيء، وده لاهداف مفيش داعي اننا نتكلم فيها دلوقتي. شايفة ان ده طبيعي؟ سؤال. الشخص ده مش بيعمل كده لشهوة ولا لغرض، انما هو شخصيته كده، اسلوبه كده، حياته كده. الشخص ده مش هو اللي هيهمدك لما تمرضي،
مش هو اللي هيخلص جماعه زوجين معاكي وينام ويسيبك، مش هو اللي لما يجي يضربك هيضربك ضرب مبرح بالبوكسات والشلاليت ويهدفك بالحاجة. ونيجي هنا لنقطة مهمة، قلنا ان ده اسلوب حياة بالكامل، حياة طبيعية جدا لكن فيها قواعد وقوانين، مش زي اي اتنين عاديين متجوزين هيعملك مثلا جدول انك هتعملي النهاردة 1-2 او ده وده ما ينفعش يتعملوا، ولو كسرت قاعدة في الجدول فيه عقاب. اصبري لحد ما نكمل الكلام. العقاب هنا بيختلف من شخصيتك لشخصية غيرك، يعني لو اكتشف في يوم انك عندك ميول ماسوشية فهيكون عقابك مختلف عن اي ست عادية. واحنا هنا هنفترض انك عادية وبنسرد لك الكلام ده لعل وعسى يكون جواك الشيء ده وتتقبلي الشخص الفريد ده. العقاب انواع واشكال، منه جسدي ومنه نفسي. لو قلت جسدي يا مجانين هقولك تعالي اقولك، شفتي كام مرة واحد ضرب مراته لما عرفته في عشته ودرجة ضربه لها كانت قد ايه؟ الكلام ده احب اقولك انه مش موجود عندنا، لانك لو حبيتي الراجل ده فعمرك اولا ما هتقري فيه. ثانيا العقاب هنا انا بسميه فن وبسميه منح الم، لانك لو ماسوشية مثلا ممكن تكسري قاعدة بسيطة بسيطة بس علشان تطلبي منه بشقاوة كده انه يعاقبك، والعقاب عمره ما هيكون ضرب بالبوكسات والشلاليت. منح الالم هنا بيكون في مناطق معينة في الجسد مثلا بشدة تتفاوت من واحدة للتانية، يعني من الاخر الم حلو، الم ممتع، وفي نفس الوقت لو عايز يخليه شديد فمش هيكون في شدة الألم لا، إنما هتحسي بشدته في تعبيرات وشه وبس، في الحالة النفسية وقتها وبس هتحسي بالشدة وباللين. أنا أهو راجل ماستر زيه، معايا عكازين أمامير حلوين هم، هتقولي لي ضرب إيه وبتاع إيه اللي أنت هتعمله؟ هقولك علشان كده بقولك إن منح الألم هنا فن، مش اتنين بيتخانقوا، مش اتنين بيضربوا بعض، مش واحدة بتتطاول على زوجها، مش واحدة بتزق جوزها، مش واحدة بتقلل من جوزها، انما انت بنفسك فيما بعد لما تستطعمي الشيء ده هتتعمدي تكسري قاعدة بسيطة جدا جدا فقط طلبا منه انه يعاقبك باستسلام منك له بحب ورغبة، لانك هتحسي بامان غير عادي مع الشخص ده، فنان معاه ادواته اللي تشعر بها الروح مش الجسد، والفنان بيمنح الشيء ده في حدود المسموح. لو سمحتم تركزوا في كلامي كويس علشان انا بيدخل لي كم اغبية كفيلين يعملوا لي ترابنتينة في دماغي. بيمنح الشيء ده في حدود المسموح وفي حدود عدم الأذى وفي حدود عدم الغصب. أمال أنا بفهمك ده ليه؟ ما هو علشان تفهمي الراجل ده وتقبليه بكل احترام، أو بكل احترام تقولي أنا أسفة مش هقدر، بسيطة جدا صح؟ الراجل ده شخصيته فريدة ونادرة جدا جدا، وأنا عارف إنه لو قالك كلمتين ببساطة انا كذا فيلم 50 شيد هيشتغل في دماغك، وكل المعلومات المحشية في دماغك اللي كلها جنس وعنف هتشتغل في دماغك. طبعا ده بسبب التلفزيون، ربنا يحرمنا منه ان شاء الله، وده بعيد بعيد تماما عن قصد الراجل ده. ولازم تفهمي ان الراجل ده طالما جاي يتقدم لك رسميا يبقى لازم تحترميه حتى ولو هترفضي. باختصار هو مش شخص مجنون، بالعكس مفيش ماستر ينفع يبقى مجنون ابدا ابدا، واحط لكم دراسات علمية بتثبت ده. هو مش شخص مدمن جنس زي ما الافلام زرعت في عقولكم، بالعكس هو اسمه مسيطر وماستر، وماستر تعني معلم،
وما فيش معلم بيبقى مدمن لشيء زي ده، إنما الشيء ده بيبقى عنده له طريقة خاصة، له طعم خاص، له أشكال خاصة، كلها في حدود المسموح، كلها بالتراضي بين الطرفين. هو مش شخص معقد، إنما دي فطرة، والمعقد الحقيقي هو اللي عكس الشخص ده. هو راجل عايز يعيش حياته بدماغه، لأنه لو اتجوز واحدة عادية غير خاضعة فمصيرهم الطلاق وتشريد وتعقيد أطفال. هو راجل سوي ومستقيم. أما عن الخاضعة، الخاضعة هي الست اللي ما تقدرش تعيش أبدا من غير اللي أنا قلته من شوية، يكون في شريك حياتها، لأنها هتفضل طول حياتها في احتياج وعوز، وهتخون وهتغلط وهتدمر نفسها وعيالها معاها. لو عاشت مع شخص عادي مش فاهم يعني ايه خاضعة، خاضعة ماسوشية او خاضعة بيبي جيرل او خاضعة مازوخية او ايا كانت، لازم يكون شريك حياتها ماستر، لانها خاضعة. هو رجل لم يتخلى عن رجولته، وهي امرأة لم تتخلى عن فطرة أنوثتها، وهو أو هي هيفهموك الباقي. بعد شرح للموضوع ده في مدة لا تقل عن 3 سنين دون جدوى مع البعض، فحبيت أديكم كمان بحث علمي عن الميول دي. أنا مش عايز أقول مسميات كتير زي BDSM وماسوشيزم ودومينانت وغيره، علشان ما عقدش الموضوع بالنسبة لكم. وكمان جايب لكم بحث علمي عن الميول دي. إن تسألتم هل الميول دي لها علاقة بالجنون أو قلة الصحة العقلية؟ طيب، من جريدة أو موقع Psychology Today هيقولوا نفس اللي بقوله من 3 سنين، لكن الفرق بيني وبينهم اني شرقي وبكلم شرقيين محترمين عايزين يعيشوا حياة زوجية سعيدة في سلام. تعالي نسمع الدراسات قالت ايه. لطالما وصم BDSM اجتماعيا على انها مرض عقلي، الا ان الابحاث الحديثة تشير إلى أنه ليس له علاقة واضحة بالاضطرابات النفسية، ويمكن في الواقع أن تكون جزءا من العلاقات الصحية والمحبة. لحد هنا حلو؟ نكمل. لكن الأبحاث النفسية الحديثة تميل إلى استنتاج أنه لا يوجد شيء غير صحي عقليا حول أنشطة BDSM التوافقية المتبادلة. وهتوقف هنا علشان أقول إياكم تروحوا على ويكيبيديا أو جوجل وتكتبوا يعني إيه BDSM، ما معنى BDSM. في الغالب أنا هطلع لكم في البحث، لكن هيطلع لكم ويكيبيديا وهيطلع لكم قرف كتير، كله غلط في غلط، كله تشويه، زي ما بيشوهوا الدين هيشوهوا الميول، هيشوهوا كل شيء فطرة، وفطرة سليمة لازم يشوهوها. طيب خلينا نكمل. وجدت دراسة وطنية للبالغين أن أولئك الذين لديهم تلك الميول ليسوا أكثر عرضة من غيرهم للمرض النفسي، ليسوا أكثر عرضة من غيرهم للمرض النفسي، أو أنه تم الاعتداء عليهم، أو أن يكونوا غير سعداء أو قلقين. طبعا زي ما بتروج، زي ما الأفلام بتروج، أصلا أنا بقيت سادي علشان أنا ماما كانت بتضربني وأنا صغير، يعني عشان أنا بابا كان بيضربني وأنا صغير، علشان أنا العيال خدوني وأنا مصنع الكراسي. كل ده كلام فاضي، كل ده بيتروج من مؤسسات، من منظمات، علشان الميول دي فيها معظمها تحمل الفطرة السليمة للرجل والأنثى، وهي الذكر المسيطر والأنثى الخاضعة لذكرها. كل ده عايزين يمحوه، كل ده عايزين يدنسوه. خلينا نكمل. بالعكس، فقد أظهرت دراسة هولندية أن ممارسي تلك الميول أظهروا رفاهية ذاتية
أكثر من غيرهم. فاهمين؟ مرة تانية، هل الاهتمام بالأشياء اللي أطلقوا عليها كينكي أو يعني حاجات غريبة أو غير مألوفة بالنسبة لبعض الناس هي اضطراب عقلي؟ باختصار لأ، وشكرا للبحث لأن دي خلاصته بالنسبة ليا. طيب عاوزكم تفهموا شيء، الميول دي سهل جدا جدا انها تتفرغ في الحرام، لان بما اني بتكلم في كده فانا شخصيا كوينتر او كبحر، فتأكدوا اني بخاطب الناس اللي عايزين الحلال وبس، وبحث الناس على الحلال وبس. فبما ان ده شخص جاي يتقدم لك ويطلبك من اهلك، فتأكدي انه شخص سوي. لو كنت خاضعة أي شيء تاني زي ماسوشية ولا بيبي جيرل أو غيره، هتفهمي إن مفيش أنثى عادية هتدلل أكتر منك، ولا شريك هيهتم بتفاصيل دقيقة غير الماستر، لأن الماستر الصح هتكوني بالنسبة له مسؤولية بمعنى الكلمة. وليه بقول الماستر الصح؟ الماستر السوي هيكون بنسبة 1% من بين مليون أو مليارات الأشخاص اللي بيقولوا أنا ماستر، أنا الشخص المدمر، أنا الشخص الخارق، أنا الشخص اللي بنزل صور وفيديوهات لحاجات كده غريبة. طيب مش هتكوني زي أنثى تعيسة عادية مع شريكها العادي اللي مش بيهمه غير جسمك وشكلك ويتفاخر بيكي كالديوث قدام الناس فقط. خلاصة القول، الماستر والخاضعة عالم ذو لذة لن يفهم عنها الكثيرين. وبالمناسبة مش هتلاقوا حد عربي على وجه الأرض، وبعيد الكلام ده للمرة المليون، معلش لازم أعيد الكلام ده، لازم أعرفكم الكلام ده. ليه؟ لأنكم هتلاقوا ناس كتير بتتكلم عن الحاجات دي لكن هيكرهوكم في نفسكم، كلها حاجات غلط، كلها تفاصيل غلط، كلها تفاصيل بيجذبوا بيها الأنثى الشمال فقط. فمش هتلاقوا حد بيعلمكم باحترام ولا بيديكم معلومة دون غرض، لا بيحط صور خليعة ولا بيصور بنات. شرحي للموضوع ده وصياغته على شرقيتنا كانت مهمتي الأولى بسبب حالات الطلاق الكتير، لأنها ممكن تكون ماسوشية مثلا وما كانتش عارفة نفسها واتجوزت راجل هو اللي عايز يتهزق وينضرب من مراته، ولا تكون عندها ميول بيبي جير ومش عارفة نفسها وتتجوز راجل ويطلع هو البيبي بوي هو اللي عايز يترضع. حالات طلاق كتير حصلت وبتحصل وهتحصل بسبب ان طرف ما كانش فاهم ميوله ولا رغبته. صحيح الزواج هو مودة ورحمة، لكن في ظل تلك الحقبة من الزمان مع المغريات الشنيعة في كل مكان، لازم يكون شريك حياتك متوافق مع ميولك وحابب ميولك، لانه ما يقدرش يعيش من غيرها. اتمنى من كل قلبي تكونوا فهمتوا، وأتمنى من كل قلبي أنكم تقدروا تعبي اللي عمركم ما هتلاقوه يطلع من شخص عربي إلا بالترهات اللي مالية الفيسبوك. ما تخافيش منه وما تخافش منها، هو عالم وإنت عالم، فاصنعوا كوكب خاص بكم. سلام.